بمناسبة بدء صوم العذراء، قامت أخوية العذارى الحكيمات بالاشتراك مع جمعية الكاريتاس الأردنية بتنظيم لقاء لسيدات الأخوية في رعية القديس جورجوس للروم الأرثوذكس في إربد بحضور كاهن الرعية الأب ذينوسيوس حداد وجمع من سيدات الأخوية. المزيد في هذا التقرير الذي عدته مندوبة نرف الشمال نيفين حداد. اجتمعت أخوية العذارى الحكيمات برعية القديس جورجيس للروم الأرثوذكس في إربد هاللقاء بمناسبة بدء صوم العذراء، وكان حضور لجمعية الكاريتاس الأردنية لتقدم محاضرة عن الصحة وأهميتها والهرم الغذائي اللي من الضروري فهمه بالشكل الصحيح لتكون الصحة منيحة وعالي العال. وكان في أسئلة منوعة لأخصائية التغذية نيرمين قندحي كثير مهمة. طبعا احنا موجودين بالشمال هون علشان نعطي اكبر عدد ممكن من النصائح التغذويه، نصائح صحيه بما يفيد لعائلاتكم لكم ولصحتكم جميعا. شكرا لكنيسه الروم الارثوذكس على هالاستضافه الحلوه. على الرغم من اجواء الشوب ومرات ما بيكون في طاقه للشخص ليبذل اي مجهود، الا ان اللقاء فعلا كله نشاط وحيويه. واكيد ما بنسى التراث الربداوي، كان له دور بالمسابقات والمهاها الأردنية حاضرة وبقوة كمان. يا أبونا يا لابس، أي يا سكر لا يا بس، أي يا معمد الصبيان ويا مكلل العرايس. بعد أجواء المحاضرة الصحية والمسابقات والضحك والجوائز، صار وقت الموضوع الروحي اللي قدمه الأب ديونيسيوس حداد كاهن الرعية، وهو أساس اللقاء. كان عن صيام العذراء وحياتها، مناقشة أمور بعقيدة العذراء، وتوضيح بعض النقاط اللي ممكن تكون مفهومة بشكل ضعيف نوعاً ما. التركيز بهذا الموضوع كان كثير عالي من قبل الطرفين. هدفنا من هاي الاجتماعات تنمية السيدات روحياً، اجتماعياً، صحياً. للأسف إحنا في مجتمعنا في عنا عادات صحية جداً خاطئة، عادات اجتماعية جداً خاطئة. إحنا بهاي الاجتماعات بنحاول ننمي هاي الأشياء، نصحح المعتقدات الخاطئة، ننمي روحياً. هذا هدفنا مبدئياً من نشاطاتنا بأخوية العذارى العاقلات. طبعا احنا بنشكر جمعية الكاريتاس الأردنية على نشاطها معنا واللي قدمت لنا اياه. كمان احنا لقدام في عندنا كثير من النشاطات. هاي المرة رح نسعى على النشاطات الاجتماعية، رح نعمل على زيارة دار الأيتام ونقدم لهم ايش بنقدر نقدمه، ورح يكون في عندنا كمان زيارة لدار العجزة حتى نقدر نخدم المجتمع الخارجي كسيدات مسيحيات. لقاء الأخوية بأي رعية مهم كثير تحت أي وقت وتحت أي ظرف، لحتى يكون هناك ترابط بين الجميع واستمرارية بالعمل والخطة الموضوعة. أكيد صيام مبارك للجميع. نيفين حداد من إربد.